السلام عليكم ورحمة الله، نهاركم مبروك أخواتي. غادي نرجعكم عاوتاني شي حاجة ديال التنظيف، بعض المرات هكا تحضيرات وبعض المرات شهيوات، وفي أحيان أخرى التنظيف. الأخوات اللي سولوني على المشكل ديال الكالكير في الحمام وخصوصا الشهوبية ديال الجليج ديال الأرض، غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات تقضوا بها على هذا الكالكير وديك البيوضة اللي كتكون في الأكسسوارات ديال الحمام، في المقعد ديال الحمام، وبزاف ديال الحاجات، المرايات، الفاسك، أي حاجة فيها كالكير، روبينيات. وغادي نشارك معكم ايضا كيفاش تدفيو الحمام ديالكم في هذا البرد هذا. بزاف ديال الاقتراحات، ما عليكم الا تبقوا معايا حتى الاخير الفيديو، فرجه ممتعه ان شاء الله. هذه هي سهله وبسيطه، غادي نرشو بهذا البرودوي هذا اللي حتى هو هذا خاص بتنظيف الحمام، وعندي واحد اخر خاص بتنظيف ديال البوطه موجود عند مول الهري، مول الحانوت، اي مكان مشيتو ليه خص غير تعرفوا الاسم ديالو، راه كيكون متواجد وكيدير 13 درهم. حتى هو واحد الرشه كما قلت لكم رشه خفيفه، غير غادي نرش ونبدا كنمسح مباشره. كتاخذوا دائما واحد الليفه خاصه بالحمام. بالنسبه لهاد الخضره هذه باش كنحك، راه كدير اخواتي 5 ديال الدراهم عند هذوك اللي كيبيعوا داك الريكلام ديال 5 دراهم. وايضا ما نساوش هاد السيفون هذا دائما نظفوه بهاد الطريقه، راه ما كيصديش اخواتي هاد البرودوي هذا. وصافي غادي نحكو ونشلل وغادي نتحصل على واحد اللمعه اللي هي رائعه. غادي نشارك معكم واحد الخلطه اخرى اللي كتعطينا واحد اللمعه رائعه في الحمام كله اولا في المرحاض اعزكم الله. الطريقه اللي هي سهله وبسيطه كما قلت لكم، اللمعه كتكون ممتازه وجيده. السيدات اللي تكون عندهم الماء بين لافابو والحيط، ديروا كما درت لي انا، ديروا السيمه البيضاء ومن فوقها ديروا السيليكون، كتحبس داك التسرب ديال الماء. كناخذ واحد الملعقه ديال الصابون البلدي وملعقه ديال مسحوق التنظيف هذاك الخاص باليد اللي كيدير الرغوه، بحال هذا الشكل هذا كنخلطهم. بالنسبه لهاد الخلطه هذه حتى هي كتلمع لينا الحمام، كيولي كله كيشعل، حتى دوك الاماكن اللي كتكون موسخه بزاف كيوليو كيشعلوا بهاد الخلطه هذه. صافي كندهنها اولا كنطبقها كلها على هاد لافابو هذا من التحت، ايضا ما تغفلوش على داك المكان اللي كيكون لتحت، كيبقى كيتقاس باليدين وما كيبانش لينا هكا ملي كنكونوا واقفين، فما نساوش دائما نبقاو ندوزو ليه. وصافي كندوز ليه واحد التدويزه خفيفه جميع هادوك الاوساخ وهادوك لي طراس ديال اليدين، اولا شي خلطه الا درناها في الحمام هكا وتقاس لينا لافابو، ولا كلشي كيتحيد بكل سهوله بهذه الطريقه هذه. صافي كنشللو بالماء اللي هو نظيف كما قلت لكم. هذه الخلطه هذه ديال صابون البلدي ومسحوق التصبين ديروها لاي مكان في الحمام كله، سواء الجدران سواء كيحيد لنا ديك الشهوبيه ديال الكالكير وكيقضي ايضا على دوك البقع الصعبه. بالنسبه لهذا المكان اللي فيه دائما السيمه البيضاء حاولوا كل مره، بحال مثلا في الليل هكا ملي كنبغيو صافي يبقى الحمام هكا ما يتقاش، رشوا عليه شويه درشاشه ديال جافيل بهذا الشكل هذا، كيبقى داك المكان دائما كيلمع. جافيل ديال القرعه ماشي ديال العبار، لان ديال العبار كيكون فيه شويه ديال الماء القطع وكيبقى كيحفر لنا ديك السيمه البيضاء. بالنسبه للارضيه حتى هي خصوصا الا كانت فيها السيمه البيضاء اولا فيها هكا شي حاجه ديال الاصلاحات ولا، فما كان ما احسن من هذاك البرودوي هو هذا ويس، كيف ما يمكن تبدلوه بليناس الخاص بالزليج، نفس القرعه نفس الحجم غير السميه كتكون مختلفه، وعندهم نفس المفعول ايضا. كنرشو بهذا الشكل هذا وصافي كنبقى كندوز. الا كانوا عندكم دوك الفواصل ديال السيمه البيضاء كبار راه كتسربيو، لانه كيبقى شويه كيحفر لينا في داك السيمه البيضاء، وكندوز بهذه الطريقه. بالنسبه للجدران دوك الفواصل وداك الشهوبيه اللي كتكون ديال الكالكير، غادي نديرو شويه من هذاك الخليط ديال ويس اولا ليناس الخاص بالزليج، نديرو غير واحد المغيطه ديال هذاك ديال هذا البرودوي هذا في السطل ديال الماء، وكنبقاو نديرو فيه هذه المساحه وحنا كندوزو، وغادي نشللو كلشي بيكربونات الصودا، لان هي كتكون متكونه من الانوكس. بيكربونات الصودا كتقضي على دوك الجراثيم ودوك الاوساخ وكتعطي ايضا اللمعه الانوكس ديالنا. غادي نحاول نرشها بالشكل هذا، ودائما خصنا نديرو ليها تنظيف اللي هو يومي باش ما تكونش الريحه، خصوصا الا كانوا هذوك اللي كيكون هذا ملي كيدوز الماء غادي ديريكت ما مغطيش. وصافي غادي نرش بيكربونات الصودا ونزيد عليها الخل بهذا الشكل هذا، ممكن تخليوها واحد المده اللي هي قصيره كيف ما يمكن دوزوا ليها مباشره. ودائما اخواتي هاد البالوعه هذه كتعطي واحد الروائح
اللي كتكون شويه مزعجه، دائما نخوي فيها شويه ديال المعطر ديال الارضيات بحال سانيكروا ولا شي حاجه، نخويه ليها في ذاك المكان اللي كيدوز فيه الماء. بالنسبه لهذه النوعيه هذه فيها واحد السيليكون كتمنع داك النفس ما كيرجعش، كتكون مسدوده وكيبقى كيدوز غير الماء شويه، كتكون ما كتكونش فيها الرائحه او لا الريحه ديال القواس اكرمكم الله. غادي نجاوب الاخوات اللي سولوني على الطريقه باش كندفيو الحمام. حاليا اختي انا كنستعمل هذا السخان، هذا زوين بزاف، شوفوا الحجم ديالو صغير ولكن يعني الفعاليه ديالو زوينه، هو اللي كندفي به الحمام. وهذا راه كاين عندي من تقريبا جاني من شهر 10، وكنديروا الحمام لان ما كانش البرد بزاف في ذاك الوقت، ولكن ملي كنبغي نغسل وليداتي ولا كنديروا نطلقوا في الحمام اولا في الدوش واحد تقريبا 10 دقائق حتى لربع ساعه، ما يخلص الا خليتوه ال 20 دقيقه راه كيسخن مزيان، كتلقاو وفيه جوج ديال القوات ديال الحراره، يعني كتكون فيه هنايا ما خدامش، هنا كتبدا الفرفاره كدور وفيه واحد وجوج، هذه خلاص مجهده كتعطيكم الحراره مزيان، وهذه كتحكم في هذيك السخونيه واش كتكون. حنا غادي وحنا كنزيدوا، المهم هذا راه كان جاني من الموقع ديال وادوكس، ديالو هو 420 درهم، كتعطيوهم هذا الكوبون هذا ادفيزا 101، كتستافدوا من التوصيل بالمجان، يعني ما كتبقاوش كتخلصوا ديك 30 درهم ديال التوصيل. كم البروموسيون الى خديتو جوج عوض 800 وعوض 840 درهم كتوليو كتخلصوا 790، يعني المهم حسبوا نتوما من 840 كتوليو كتخلصوا 790 درهم. والتوصيل دائما راه بالمجان الى عطيتوهم هذا الكوبون هذا، واكيد الى درتو عاوتاني ثلاثه كيزيدوا ينقصوا لكم واحد العدد، غادي نكتبوا لكم ان شاء الله في التعليق لان نسيت هنايا. وعامين الكارنتي دائما كتحافظوا على هذا التوصيل باش شريتو، وكتحافظوا على لومبالاج ديالو، الا خسر ولا وقعت ليه شي حاجه راه كتردوه ليهم. صافي ملي كيعطوكم سنتين اولا عامين ديال الكارونتي راه كتعرفوا بان الحاجه مزيانه، الا دوزات لينا غير عامين راه اللهم لك الحمد ولك الشكر. راه كاين الناس اللي كتحرق لهم في العام الاول اولا الاسبوع الاول اولا، هذه بعدا كتبقى اللي عطاك عامين ديال الكارونتي على الا تحرق هكا وانتم كتزيدوش بغيتوه يكون سخون. ها هو دابا راه خدام، دابا راه كيعطي الصهد سخون مزيان، دفيو به الفراش ديالكم وليداتكم قبل ما يمشيو للقرايه، والاهم اننا كنديروه في الحمام في الدوش. وشوفوا شكون اللي شنو اللي مزيان فيه خواتاتي، هانتوما الا جاب الله دابا طاح شتو، يعني لا ربما هكا حنا كنسهاو يقدر يطيح ولا راه كيسكت ما كيبقاش خدام، عاوتاني الا رجع بهكا ما كيبقاش خدام، يعني خصو يبقى على الطبله ولا على البوطاجيه ولا على الكوافوزه وهو خدام. الاخوات اللي بغاو حطوا ليهم هاد هدف الاستماره اولا في الواتساب، تواصلوا معاهم في الواتساب، راه كاينه الاخت غزلان الله يعمرها دار غادي تجاوبكم، انسانه اللي هي زوينه غادي تستقبلكم ان شاء الله. راه واخا كنشريو بفلوسنا خواتاتي، راه كاينين الناس اللي كنتواصلوا بهم ما كيعطيوناش واحد يعني واحد الجواب ديالنا اللي كنستحقوا، تواصلوا بها وعطوها هذا الكود هذا، راكم غادي تستافدوا من التوصيل بالمجان. هو هذا راه نوعيه ممتازه ما عندكم لاش تخافوا عليه، هو اللي كنستعمل تقريبا شهر وشي حاجه هذا، وكنشعلو انا خصوصا راه عندنا البرد حنا في الرشيديه، يعني الحاجه اللي سبقت لي هنا عرفوها راها نوعيه ممتازه. ها هو كان عندي من شهر 10 وشهر 11 كله جربته، والاخوات اللي سولوني انا جاوبتكم ان شاء الله. تواصلوا معاهم في الموقع ديال وادوكس، غادي تلقاو المعلومات في صندوق الوصف ورقم الواتساب ديالهم، واول تعليق غادي نثبتو، والله يسخر الجميع ان شاء الله. ايوا نرجع معكم الفيديو ديالنا خواتاتي، ندوز معكم اعزكم الله المرحاض اونيتول، كنت شاركت معكم بزاف ديال المرات. الاخوات اللي ما لقاوهش كاين موجود عند مول الهري، موجود في الاسواق التجاريه الكبرى، كيدير يمكن شي 30 درهم. بالنسبه لهذه راه كنت خديتها من شحال هذه وبقات عندي مده اللي هي طويله، كنطبقوه على المرحاض بهذا الشكل هذا، الا كان موسخ بزاف ممكن نغلفوه بكيس بلاستيكي ونخليوه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، كترجعوا كتلقاو داك الشيء طلق، دوك الاوساخ كلهم ما بقات فيه، يعني كيساعد حتى هو بحال الا كيحيدهم لينا بدون مجهود. وبالنسبه للريحه راه فيه ريحه مجهده اخواتي، ديروا الكمامه ديالكم ملي تكونوا كتخدموا، خصوصا الا كان واحد المكان اللي هو ما فيهش تهويه. وصافي حكيتو مزيان وعطاني واحد اللمعه اللي هي رهيبه، هذا غادي تنظفوا به جميع اركان الحمامات كما قلت لكم كلهم، اللافابو الارضيه الحائط، اختاروا اللي بغيتوا اولا اللي تولمت معكم، غادي نظفوا به الحمام كله. ما نساوش المرايه بالنسبه للمرآه، الماء والخل كافي، اولا الوصفه اللي كنت كنشارك معكم كنحيدوا بها الكالكير الزجاج، هي كاس ديال الماء، نقيطه ديال شامبوان،
كنحركو كلشي وكنبقاو كنمسحو به الزاج، كيعطينا واحد اللمعة اللي هي رهيبة. هادو هما الطرق ديال تنظيف ديال الحمام، طرق بسيطة وسهلة. البرودوي الغالي ما فايتش 13 درهم فيهم كاملين، اولا الوصفة ديال صابون البلدي ومسحوق التصبين الخاص باليد غادي يعطيكم واحد اللمعة للحمام ديالكم كله يعني، وتحصلوا على واحد المنظر اللي هو رائع والريحة ديال النظافة. جمعت لكم بزاف الوصفات في فيديو واحد، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلى اللقاء.